عليك يا بلد، كفايك دم عاد. اتصل بالدكتور. حاضر يا ابوي. طمنا يا دكتور، كيف الحال؟ الحمد لله، جرح بسيط، ياخد الدواء ويستريح شويه يبقى زي الفل. انتوا بلغتوا على اللي حصل ده ولا لا؟ متشكرين يا دكتور، ربنا ما يحرمنا من خدماتك. اتفضل اتفضل، بلا بلغته بلا ما بلغتوش. اتفضل. سلام سلام يا سيدي. الله يرحمك. سلام. سلامتك يا انور، سلامتك يا ولدي. يا ريت انا اتصبت وانت لا. بعد الشر عليك يا امه، ما تجريش كده. سلامتك يا نور. الف رحمه ونور عليك يا ولد عمي. يا ترى ودوه بيت عمي ولا ايه يا ابوي؟ زمان الرجال عملوا اللازم، ما تشغليش بالك انت وخدي بالك من ولدك. ابوي انت ناوي عليه؟ اللي في علمه هو اللي حيكون. اقلب عليها واطيها، الليلة البنات كلها لازم تعوم في الدم. اخوي تعالى تعالى يا اخوي. راشد كل اخوك يرجع اللي في دماغه. بعد يا زهار، بيت حسنين ابو اسماعيل لازم يتحرك باللي فيه. استنوا، رايحين فين؟ استنى يا اخوي. احمد وانت كمان رايح فين؟ سيبيه يما. اسيبك يعني ايه؟ اسيبك يعني ايه؟ زهار. نعم يا ابوي. ايه؟ هسيبهم يرموا نفسهم في النار كده؟ نبوية امر يا حاج. خدي بنتك دخليها جوه، مش عايز اسمع حسها واصل. ليه بس يا ابوي؟ ليه بس يا ابوي؟ ليه بس يا ابوي؟ ايوه يا ابني. ايه؟ جريمة قتل؟ مين؟
طيب تاني ده راح حسنين ابو اسماعيل وحمد ابو المعاطي. ايه يا فندم حصل امتى ده؟ خد قوه وروح هناك دلوقتي حالا وانا هحصلك. كيد العزال انا من يومي. ايوه كيد العزال انا من يومي. ايوه حلو ده البوش دي يا صلاح. معاك كده ايه يا صلاح؟ في ايه؟ بتدور على ايه؟ انت لاين على ودانك. مش دريانه بحاجه. مش دريانه بايه؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه يا صلاح؟ ترى ايه؟ طمني يا مري. ايه يا راجل واخد الطلبات دي ورايح على فين؟ ولاد ابو المعاطي بيتهجموا على بنتنا. يا مري كيف يتجمعوا الكلاب دول ويتهجموا على بيتنا؟ هما مش عارفين حسن يا ابو اسماعيل يتوانين؟ ايه اللي منزل قراي؟ اطلعي فوق. ده لو هرب مش هسيبك لوحدك. يدي بيدك. سيب السلاح بقولك. مش هسيب ومش هطلع فوق. ها انشراح تعمل ايه؟ نه واقفك جنبي جوز يا حاج. اخرس واطلعي فوق. حسنين تعال. في ايه حسنين؟ اقعدي. الكلاب ولاد ابو معاطي جايين يتعاركوا معانا هنا. يا ساتر يا رب. ليه؟ وجدي نعم يا بود. في حاجه؟ خد امك جوه دلوقتي. لا حول ولا قوه الا بالله. تعال يا ام اخش جوه. حاضر يا ولد. قلت اطلعي فوق. اطلعي. قدامي محدش يضرب قبل ما يضرب، وضربنا يكون تهويش غير ما نأذي حد. رمزي وزع رجاله فوق السطوح وحوالين البيت. يلا ورايا يا رجاله. يا رجاله اسمعوني زين، الحديث اللي بقوله ده تحطوه حلقه في ودانكم. دم سليم دين في رقبه كل واحد فيكم. الليله دي لازم تتمحي عيلة حسنين ابو اسماعيل من على وش الدنيا. جيت عشانك وعشان اخوك وعشان ولادي وعشان الدم اللي هيغذي البلد كله. احب على يدك يا اخوي. بعد عني احب على يدك. ملوش عزا اللي بتعمليه كده. عامل لكم ايه؟ كفايه. حرام عليكم. كفايه الدم والطار. حرام عليكم. يا رصاد انت قلت رشاد. اسمع كلام اختك يا رشاد. اسمع كلام اختك وخذ اخوك وعاود على تركه. عاود كيف يا عمده؟ انت مش دريان باللي حصل في البلد ولا ايه؟ خلي رجالتك ينزلوا سلاحهم يا رشاد وترجعوا من مطرح ما جيتوا، والا هيكون لي تصرف تاني. قدامي على البيت يا ازهار. قدامي. حاضر. Thank you.
فيك ايه؟ يا بوي يا بوي كنت ممنوع الشر على اخواتي واولادي يا بوي. اقتلك واشرب من دمك. يا بوي يا بوي يا بوي ما توسخش يدك بدمه. يا بوي اكتفي الخشم. اكتفي الخشم كيف يا امه بعد ما دراستنا كلنا في البلد وخلت سيرتنا بقيت على كل لسان الصغير فيها قبل الكبير وتقولي له خلاص يا امه كيف؟ اتولع حريقه ليه؟ الحريقه الحريقه ولعت خلاص وحرقت معاها سمعتي وسيرتي وضيعت هيبتي بين الناس. معاش يا ابوي معاش اللي ضيع سمعتك وهيبتك في البلد. امال اللي انت عملتيه دي؟ خلاص شر يا ابوي خلاص يا حاج شر يا ابوي ما تعملهاش لي يا ابوي يا عم هتموت في يدك. شر هو اللي انت عملتيه يا ستي. عم على رجلك سيبوه سيبوه يضربني ولا يقطعني وانا اساعده كمان. يا ابوي ابو المعاطي بعد بيته تدافع عنه ما عادش عندهم رجاله بعتوا الحريم ومن ميتة بيت ابو المعاطي كان فيه رجاله طول عمرهم حريم في حريم. لو كانت اختي كنت قطعتها قطيع ورميتها للكلاب والقطط. يظهر انهم ما يعرفوش حسنين ابو اسماعيل وولاده. بكره يلبس طرحه على راسه ويجيك ويقول لك سامحني يا ابو اسماعيل وقتها هنحط رقبته تحت مداسنا ونخليه يبكي كيف الحريم. مش راح بل الشربات وفرجي على البلد كلها. انت بتقول فيها انا هبل الشربات وازغرد كمان. عندك انا جراح في راجلي. مفيش اخوي يابا انت طول عمرك تعرف الاصول وتحق الحق طول عمرك تعرف ربنا وعمرك ما شبت في حد. بس انت ابو المعاطي تستحق الشماتة. اخوك وجدي عنده حق يا صلاح مفيش داعي نستفزهم. صح احنا بينا دم لكن لازم نراعي شعورهم على الاقل الليله. بتقول يا ابوي ايه يا صلاح مش عاجبك كلامي ولا